الوضع اللي وصلت له جهة صفاقس من تهميش على مدى أكثر من 3 عقود تقريباً. تم تراجع على مستوى المعيشة، على مستوى النظافة، على مستوى برشا أشياء. عندها إمكانات بشرية، عندها عقلية جبارة، وما هيش قادرة تنطلق وتنفذ كل أحلام أبناء الجهة وأبناء الولاية الكل بأريافها وبمدنها. والآن صفاقس تعاقب وتحاول أن تركع وتعاقب من قبل الاتحاد العام لسوق الشغل. يحب يمشي كلمته الربوع، يحب يمشي كلمته على 3/4. اغتيل الشهيد الحاج محمد برامي، يجب أن تسقط الحكومة. اغتيل الشهيد شكري بالعيد، سقطت الحكومة. صارت أحداث إرهابية، يلزم كذلك تسقط الحكومة. الديمقراطيات لا تشتغل بالطريقة هذه. حان الوقت لتونس تكون دولة ديمقراطية حقيقة وتنشد الإصلاح والتغيير حقيقة، لأنه إذا كان الرتيو هذه الفرصة سوف لن تقوم لهذه البلاد قائمة، وإذا نجحنا سوف ينطلق النمر الإفريقي.